ولا مرحبا بالمشاهدين اللي كيتبعوا حموم الشيوات. اليوم عندي واحد لاغوسيت غادي نقدمها سبيسيال للناس اللي كتبع حموم الشيوات. اليوم غادي نخدمو على جوج ديال الطبخ. نخدمو على الطبخ الاول، هو هذا اللي كتشوفوا، الزبده مع القزبور والثوم. هذه الزبده مع القزبور والثوم. هنايا عندنا الفلفله، عندنا الفلفله حمراء والفلفله خضراء. وهنايا غادي نوري لكم عندي شامبينيو، ها هو طري، عاد جبته من المكازا دابا. وهنايا كيفاش كتلاحظوا عندي بصله، عاد قطعتها مرصويات. وهنايا عندي لي زيبينار اولا البقوله اولا كل واحد كيفاش كيقول. المهم حنا عطينا لكم جوج ديال السميات، لي زيبينار او البقوله او الخبيزه. هنايا عندنا قزبور كما كتشوفوا، وهنايا ديجا عندي حبات مطيشه وشويه ديال القزبور، راه قطعتهم مرصويات. هذه الاولى. وهنايا عندي الثوم، عاد غادي نخدم عليها، غادي نقطعها لان بينت لكم مازال ما نقيتها ما والو. المهم غادي تبقاو معايا وها حنا خدامين في هذا لاغوسيت اللي غادي نقدم اليوم للمشاهدين اللي كيتبعوا حموم الشهيوات. بقاو معايا ما تمشيوش بعيد. ورا المشاهدين الكرام هكا كنبداو نخدموا على الفلفل ديالنا، كنقطعوها مرصويات اللي كتلاحظوا ديجا قطعت هذه الاولى. ودابا عاوتاني كنعاودوا لهاد الخضره هكا وكنستمروا في العمل ديالنا غير بشويش. فوالا بغيت غير نوري لكم كل خطره الحيطه. وحموم الشيوات راه كتعرفوه كيشارك معكم كل شيء. وكنستمروا على العمل. بحال ما قطعناها صغيره كتجي لنا ساهله، كتا في الطياب دغيا كتساعدنا في الطياب. بقاو معايا ما تمشيوش بعيد. فوالا المشاهدين الكرام دابا غادي نشعلوا الاخر ديالنا. دير ها هي كيما كتلاحظوا، هذه ما غادي نديروا فيها لا زبده، او مع الزبده ديجا فيها الملح ديالها، فيها البزار، فيها كل شيء، ما غادي نزيدو والو. يعني غادي نخليو دابا البصله ديالنا غادي تشحر، شعلنا سميتو ديالنا غادي تشحرنا شويه البصيله ديالنا هكا. فوالا ما حد البصله كتشحر هنا الا كتلاحظوا عندي هاد الطنجره فيها الماء. فوالا هاد الماء هذا غادي نزيدو معاه جوج كيرات ديال الروز، نديرهم يتسلقوا. فوالا وهذه غادي نزيدو معاها غير الملح، هنايا غادي نديرو غير الملح معاها باش داك الروز كيدخلو لوكو ديال الملح. بارك غير شويه باش نضربو جوج ديال العواصف غير هنا. كنحركو فوالا، بقاو معانا ما تمشيوش بعيد، ها حنا راجعين لكم. فوالا المشاهدين الكرام البصله ديالنا ها هي باش كتلاحظوا ديجا بدات تهدو. دابا منين البصله ها هي، دابا غادي نزيدو نخويو الفلفله ديالنا. فوالا نحركوها بشويه هكا، هذا
فوالا بقاو معايا ما تمشيوش بعيد، ها حنا راجعين. فوالا المشاهدين الكرام، دابا غادي نقطعو الدقة ديالنا هاكا على احسن، نعاودو له هاكا في الوسط كما صغرنا في فرنسا كيجي لنا ساهل. هنا وكنستمروا في العمل ديالنا. هذا غير وريتكم واحد المورسو من الخدمه كيفاش كتمشي، كتعرفوا حموم الشيوات دائما عندو الجديد، وكنبغيو نجيبو لكم الجديد هاكا. راهنا غاديين نبعثوها فوالا، بقاو معايا ما تمشيوش بعيد، ها هنا راجعين. فوالا الى كتلاحظو ها هي راه فوالا، بقاو معنا ما تمشيوش بعيد فوالا. ما حد البصله ديالنا والفلفله ديالنا تشحرات، دابا غادي نبقاو نخويو هاد الشامبينيو ديالنا، غادي نزيدوها عليه فوالا، حيت هذا دغيا كيطلق الماء كنت اللي هو الاخراني فوالا. والروز ديالنا ها هو، غادي نوريكم راه قريب، غادي نزيد له غير واحد دقيقه ولا جوج دقائق، ها ها هو، ما غادي نخلوش حتى يطيب بزاف، دابا غادي نزيدو شويه العافيه هكا، وغادي نبداو الحراك ديالنا، استمروا تطيب لنا هاد لا بروميير لا روسيت، احنا غاديين شي قد نمشي فوالا. بقاو معايا ما تمشيوش بعيد، ها حنا راجعين لكم. فوالا المشاهدين الكرام، دابا غادي نزيدو شويه ديال البزار، اذا كتلاحظوا غير شويه ديال البزار صافي، كنزيدو شويه ديال الملح باش نخلي راه كنكثر فوالا. بقاو معنا شوف فوالا المشاهدين الكرام ديالي، دابا حنا خوينا الروز هنايا كيفاش كتشوفوا، ديجا زدنا داكشي ديال الملح وشويه ديال الابزار فوالا. دابا غادي نزيد هاد الصوص سوجا، ها هي هاد لاصوص الصوص سوجا، ها هي لاصوص صافا، ها هي كتبان لكم، غنحيد شويه يدي غير سمحوا لنا وصافي كنفير من راسي. غادي نزيدو شويش كتعجبني نديرها معاها فوالا، لا الله راه كنوريوه لكم، بقاو معايا ما تمشيوش بعيد فوالا. نبداو نحركوها شويش، كتجي غزالة غزالة هاد لاغوسيت لي عدلت لكم، ومزيانة صحية وفيها داكشي طبيعي ناتورال، ما فيه تا حاجة، كلشي طري، يعني تا حاجة ما كانت عندنا كونجيلي ولا سميتو. ونتمنى هاد الطبق يكون عجبكم ان شاء الله. هاد الطبق الاول ها هو ساليناه، حنا دابا غادي نكومونسيو في الطبق الثاني. المشاهدين الكرام، نتمنى هادشي يكون في الاعجاب ديالكم. فوالا المشاهدين الكرام، دابا هاد لاغوسيت عاوتاني اللي غادي نعدلو الثانيه، شنو هنا عندنا القزبور، عندنا مطيشه، عندنا التحميره، الكمون، الابزار وشويه السودانيه، وهنايا الا كتلاحظوا غادي نزيد شويه ديال الثوم، ها هي باش غادي نعدلو لاغوسيت اخرى اللي حنا خدامين فيها فوالا. وبقاو معايا ما تمشيوش بعيد، ها هنا راجعين.
ولا المشاهدين الكرام سمحوا لنا قبيله وقع لنا واحد العطاب تقني صغير، غير سمحوا لنا وصافي كنطيح لي التليفون مني ديكت كنسجل وكانت الكاميرا شاعله. المهم هذه استمروا على العمل، هذه ديجا صافي تقريبا الطيبه غادي تزيد واحد دقيقه ولا جوج دقائق. وهنا الا كتلاحظوا عندي اربعه ديال الفلفلات راني شوطتهم درتهم في بلاستيك باش تساعدنا شويه لافط. هنا بغينا نوريو المشاهدين اللي كيتبعوا حمومو شي هيوات فوالا، غير باش نوريها لكم وصافي باش تجي لنا ساهله في الاخر ديالها. فوالا بقاو معنا، وحنا فوقاش ما درنا شي لقطه كنوريوها لكم، بقاو معايا ما تمشيوش بعيد، ها حنا راجعين. ولا المشاهدين الكرام حنا رجعنا لكم عاوتاني باش هنايا غادي تنتهي الحلقه ديالنا ان شاء الله. غير غادي نشرح لكم هنايا كاين مشيت جبت هاد السومو من واحد صاحبي كيبيع الحوت، داكشي زويون وصراحه هذا راه جبدو طري طري طري، باقي طري وقطعو قدامي، يعني حوت زويون. هذا غير باش نشرح لكم، ما بغيتش نقدم لا ديغنيغ ديال الفيديو، غير غادي نهضر شنو غادي ندير. هاد السومو هذا غادي ندير له غير الملح وليبزار وغادي نقليه فوالا، باش غير باش تكونوا عارفين. انا ما بغيتش نختم بالماكله، هاد الفيديو هذا درته مختلف على لي فيديو الاخرين اللي كندير. نعم عندنا هاد السومو، عندنا لا غوسيت راكم تبعتوها شفتوها كيفاش جات، وهنايا كيفاش كتلاحظوا البقوله ديالنا او لي زيبيناغ راها وجدت حتى هي فوالا، طلعت ما شاء الله. والله ما شهيتكمش المشاهدين الكرام، ولكن ما عندي ما ندير. حموم الشيوات راكم كتعرفوا اللي عط الله هو هذا. وهنا كنجيو عندنا هاد الفلفلات ديجا راهم منقيين دايرين صافي، غادي تقلاو تا هما. وهالغديوه اللي دار حموم الشيوات اليوم نتمنى تكون في الاعجاب ديالكم، ونتمنى هادشي اللي كندير يكون في الاعجاب. نوري لكم بعد هاد السومه عاد باش ديك نختموها انتو. ما شاء الله والله الا طريها ما شاء الله. ما قلت له قطعوا لي شويه غليظ يعني باش مورسو واحد يجي مقاد، ماشي ما كنبغيش رقيق بزاف. فوالا يعني عنده حاجه مزيانه صراحه. فوالا نتمنى الفكره تكون مزيانه، نتمنى هذا الفيديو يكون في الاعجاب ديالكم، نتمنى حموم الشيوات هادشي اللي كيجيب لكم يكون كتستافدوا معايا. ما بقى لي الا غادي نشكر الناس اللي كتبع حموم الشيوات والتعاليق الزينه، شكرا بزاف. راقبوني فيديو اخر، الى اللقاء، السلام عليكم.